تعافيت من الإصابة؟ حان الوقت، أم ستحتاجين التحدث مع آخرين؟ علي الذهاب، سأتجه إلى الغرب وسأحتاج إلى تصريح من تيناكث كما قلت. أين بالضبط ستقام هذه السفارة؟ وراء وادي الرعب، نهاية الحدود الغربية لمملكة الشمس. ستجدين حصن الضوء القاحل عند حافة الوادي. ستقام السفارة أمام بوابته. إنها مسافة أسبوعين سيراً. سنصل في يومين إن قدنا بسرعة. ربما سأستريح هنا الليلة حتى الصباح. بالطبع، سأرتب الأمر. سأصل للضوء القاحل؟ أجل، أقصد عادة، لكن ليس اليوم.
ليس بعد. وما السبب؟ حسناً، وادي الرعب، الوادي بأكمله مليء بالروبوتات. سأتولى روبوتات. متأكد من قدرتك، لكن لدي أوامر صارمة بعدم التشغيل قبل أن تنطلق الصفارة في تشين سكريب. اسمع، لم أقطع كل تلك المسافة لأنتظر. أنزل المقصورة وإلا سأفعلها بنفسي. حسناً، لكن من سيعيدها لأعلى؟ حسناً. ولكن لو سأل أي أحد فلتقولي إنك أرقمتيني. أرى دخاناً لكن لا يوجد نشاط. الدخان غالباً قادم من شيء حطمته الروبوتات. بالنسبة للهدوء، حسناً، العمل متوقف هنا بسبب الجلبة. أي روبوتات التي تسبب مشاكل؟ ثمة الكثير منها وهي قوية، تدعى بريسل باك. الغريب هو أن موطنها ليس وادي الرعب، ظهرت فجأة من العدم. لا صيادين لقتلها؟ لدينا صيادون بالفعل، لكن لا أحد منهم يود مخالفة أولفان زعيم تشين سكريب كما نصب نفسه. توقف العمل كان فكرته. أجل، أنا فقط سأعبر. علي الحضور في السفارة. كان عليك قول ذلك، لن يحدث ذلك قريبا. عما تتحدث؟ أتسمعين؟ إنها إجابته. من ذلك؟ كاهن شمس الكارجا، أنزلته البارحة قبل ساعة من بدء مشاكل الروبوتات. إنه رجل مهم للغاية، أو هكذا يقول. تلك السفارة في الضوء القاحل، من المفترض أن يديرها. ها! إن لم يتم تنفيذ كلامي فوراً، فإن ملك الشمس سيعرف بشأن هذا. بسبب ذلك، قضيت الليل وأنا أرتجف برداً، عرضة للهجمات. كنت سأموت. أوه، توصيلي مرفوض، لكن ليس هذه. هذه؟ ما هذه؟ فتاة نورا؟ همجية؟ ابتعدي يا وضيعة. فواديس، إنها إيلوي. فواديس، المثابر. إيلوي، أتعلم؟ منقذة ميريديان؟ حقاً؟ حسناً، هذا يخفف من حدة الإساءة. أتيت للسفارة في الضوء القاحل، وهي وجهتك. حسناً، ليس والوادي به مخاطر كثير. وهكذا أعلن أرامان أن كهنة قرص الشمس ذو قيمة، يستحقون الحماية، أترين؟ كلام مقدس. سأتجه للضوء القاحل. حين يخبرني قائد فانغارد بأن الطريق خال للتحرك. حسناً، القائد صديق لي. أين آرن؟ لا أمانع التحدث إلى شخص حيوي أكثر. فواديس المثابر أرسل إيرند وفانغارد آخر عند مطلع الفجر لإخلاء الطريق. ولذا عند الفجر. مهلاً، أسفل الوادي. أجل، سيتفقدني الضفة اليسرى وسيكملني من هناك. حسناً، سمعت أن العمل توقف، أريد ترقية عتادي. الحداد في تشين سكريب سيسمح لك باستعمال طاولته. بالنسبة إلى بريسل باك، قد ترغبين في صناعة سهام حمضية، فإصابة حاويتها ستقضي عليها. شكراً، سأجد أرند وأرجعه. مهلاً، إلى أين تذهب؟ أوه، إلى القمة لكي أنتظر في مأمن. آسفة، لدى العامل أوامر. الصافرة قبل العبور، صحيح؟ ذلك صحيح. يجدر بي الصعود. لماذا؟ فلترافق فواديس المثابر إلى تشين سكريب وانتظرني هناك.
لك ذلك. سأجد آرند وسأخلي طريقاً، وبعدها لا أعذار. الضوء القاحل، السفارة. إن كانت إرادة الشمس ستكون، فلتثق بي. علي العثور على إيرين، ولكنني سأقصد تشانس كريب لأرقي قوسي. Auto shutdown initiated. Auto shutdown cancelled. تلك الروبوتات مزقت هذا المخيم. هذا الوادي بالتأكيد ليس آمناً.
لابد أنه بريث البعد. ربما إيرند قضى علي. إنها تشيمس كريب. جورج قال بوسعي ترقية القوس هناك. ربما أستطيع تعديل عتادي أيضاً. غريبة تقترب. أتلك المنقذة؟ أتودين الدخول؟ أهلا بك في تشين سكريب. افتحوا يا رفاق، أوامر جورف. يناسبني. يا إلهي. بيترا؟ إيلوي، ماذا تفعلين هنا؟ أخيراً هناك ما يستحق في هذا المكب. تسرني رؤيتك. وفي الوقت المناسب. Auto shut down canceled. Mic on. Mic off. مصنع الجعة ما سأعتمد عليه. أجل سمعت. روبوتات وتوقف العمل. ليست هذه إلا أحدث الأعطال. تشين سكريب دائماً ما تعاني. صحيح. وها هو أكبر سبب. ليست أرضنا أو مشكلتنا. البريس الباك مشكلة الجعة. أولفند. أسمعت عنه؟ أجل، لكنها قصة لنسمعها ونحن نحتسي الشراب. بيترا، بيترا، أنا أعبر وحسب إلى الغرب. هناك سفارة في الضوء القاحلي علي إقامتها وسأغادر بعدها. بالطبع لديك أشياء أهم. حسناً يا صهباء، سرتني رؤيتك. لو سترحلين. بيترا. لكن لو أردت شراباً والضحك مع صديقة، قابليني عند المصنع. اختاري. أولفند مصدر للمتاعب. قد تحتاج بيترا مساعدة. لكن أولاً لأجد الطاولة وأرقي قوسي. أي تصميم؟ تسهيلاً. عمر دليل على العبقرية. هذا حقيقي. لا داعي للخوف يا سيدي.
سيفيدني هذا، سأجد. Auto shutdown initiated. أرند وأساعده ليتخلص من البريسل باك.